صراحة الصراحة توحش نضرب الحطات ونتصور شحال. انتوما توحشتوا الحطات ديال الفيعة وكذا والكاريزما والهيبة ديال ما كانت طفات عاد ولات توليت. يا قولوا الساعة اللي تلاقاني تقول لي ما شاء الله زيانيتي تمشى منشير. الله تو كنشوف راسي وعاد حسيت راسي وليت الزمن الجميل ديالي وليت العرشي عرش الافاعية كالبنات. انتوما تحشتوا الاطلالة ديالي ونطلق زيني ولبس ونتكسطل ما عرفت اختي مال سمحت فراسي واحد لقيسه كاع ملي عطيت للناس التشوي ديال الاتساع وديتها فراسي كنحس براسي مزيان. دابا شي نصيحه على هادشي كنقول لك نصيحتي على هادشي كملي في هادشي وما كاينش بحسن من التيقار والاتساع وتغير بلي لونطوغاج ديالك وتخوي عليك الناس السلبيين صحاب الطاقه السلبيه اللي كتحسي بهم مسمومات ما يبغيولكش الخير غير كيهبطوا لك من الثقه في النفس جيتي خايبه جيتي لا خوي عليك ما عندك ما ديري بهم. دابا خليت جوج صحاباتي صافي الاخرين يعني عندي الناس اللي كنعرفهم ولكن صحاباتي يعني الانتيم تنعاود لهم عندي وحده ولا جوج بارك عليا. فحاولي انك تخوي لونطوراج ديالك خلي حداك غير الناس الايجابيين غير الناس اللي يبغيولك الخير صافي قوه النفاق قوه الحاس وتبلحيس ما عندك ما ديري بها في حياتك والله ديها غير في راسك وركزي على حياتك بلاص ما تركزي على حياه الناس غتمشي بعيد. صباح الخير عليكم وصباح السرور وصباح النور كي صبحتوا لاباس عليكم بخير اموركم هانيه. انا ضربت ليا واحد النعسه اليوم تخبط عرفتوا شحال ارتحيت في النعسه اليوم وشحال غرقت ضربت ليا واحد الحبه ديال هذا الميلاتونين هذا ديال الكليمي اللي كنت ديجا بارطاجيته معاكم عرفتوا البنات عرفتوا هذا راه ماشي زعما كتوليو مدمنين عليه ولا شي حاجه راه كتاخذيه وقت الحاجه. مثلا انا حاسه اليوم راسي فيها ستريس ماشي هي هذيك مثلا ديك لونكسيتي ديال قلبي كيضرب فيا الارق ما غنعس كنضرب ليا واحد الحبه بساعه قبل النعاس. البنات يا البنات واحد النعسه ما شهيتكم فيها واحد النعسه كنتخبط ريقت غير كتلاحظوا البنات نعاسي تقاد وليت كنعس بكري كنفيق بكري كنفيق مرتاحه كنشبع نعاس كنعسو داك النوم العميق حتى كنبقى نحلم. عرفتوا هاد الكليمي راه قد ما شكرت فيه اعتقلي الحياه ديالي اعتقلي الحياه حيد ليا واحد الستريس كان فيا واحد الستريس كان فيا. ما غاديش نكثر لكم الهضره بزاف داك النهار تحطاتو ليكم وقلتوا لي منين كومونديو حطيت لكم غير لاباج ديال الكليمي ولكن دابا غنحط لكم لو سيت شوفوا خذوه خذوه راه ما يمكنش ما تاخذوش خذوه. راه انا كنت كنعاني كان عندي ستريس المشاكل اللي دزت منهم لونكسيتي قلبي كيضرب يضرب كعرفتو كنفيق الصباح قلبي بحال عندي اكزامان بحال عندي امتحان بحال كتسناني شي حاجه كنفيق فيا الخلعه ديال فيا الخلعه قلبي كيضرب يضرب كنسمعو كيضرب مع ودنيه. ملي بديت ناخذ هذا الميلاتونين هذا بحال كنت كنكذب وما كيديرش الادمان زعما ماشي تخاطر ما كتبعيه يوميا ولا لا كتاخديه في وقت الحاجه ديالك كتحس براسك عندك ستريس. وحتى الناس دابا راكو على الناس غادي ترجع للخدمه غترجع للقرايه الناس اللي كيعانيو سو من ستريس سو ما كينعسوش في الوقت سو كيعانيو من السهر سو نعاسهم ما نضمش بغاو المهم بغيتي ترتاحي في نعاسك وتريقي خدي لك هذا الميلاتونين ديال الكليمي غادي نحط لكم لو سيت منين تاخذوه راه واقيلا داير شي 200 درهم و او ميم طون البنات راه مرخص من وزاره الصحه كتشوفوا الايزوفان 2000 موجود باش تعرفوه امن موجود عند لي فارماسي ولي باغا فارماسي وغادي نحط لكم لو سيت اللي بغات كومونديه وصل حتى لباب الدار اللي بغات كومونديه. انا مشيت لا فارماسي قلت له عافاك سيدي انا راني كنعاني ستريس قلبي كيضرب ليا ما كنعسش هو يعطيني هذا الميلاتونين ديال الكليمي جبدوا لي قال لي اختي هاكي هذا وقال لي تفكريني فريمون غنتفكروا فيه الميلاتونين وفيه المانيزيوم يعني وفيه نسبه عاليه. شوفوا راه كاين بزاف ديال لي ميلاتونين جربت بزاف حيت انا ديما كان عندي هاد المشكل ديال قلبي ضرب وسقط مورا المشاكل اللي وقعوا ليا ستريس ستريس. دابا وليت كنعس حتى واحد النعسه كنعسها كنفيقها هذيك اللقطه ديال كتفيقي الله صباح الخير كترتاحي بسبب هاد الميلاتونين هذا ديال الكليمي. فدخلوا خذوه البنات راه غتحتاجوه راه ما دواء ما والو هذا راه مكمل غذائي كيعاونك على الاسترخاء كتسترخاي كيرولاكسيك كيحيد لك لونكسيتي كيحيد لك ستريس كيحيد لك داك الضقان ديال القلب اللي كيبقى قلبك كيضرب بحال عندك شي امتحان شي اكزام كيعطيك واحد هانتوما كيجي على شكل دي جيلول بحال هكا راه ما بقى ليا والو. شوفوا ها كملتو كنت كناخذ كل نهار وحده ودابا الحمد لله ارتحيت. شوفوا راه كنعاود ناكد راه ماشي ضروري انكم تاخذوها كل نهار هذا كناخذو
اللي بغات. انا في الاول باش ما نكذبش عليكم كنت كناخذ حبه في النار حبه بليل حيت كان عندي ستريس قوي في حياتي، كنت كنحاول نتجاوز وعقلي كان كيخدم. وهذا البنات كيعطيكم واحد الراحه نفسيه كتسترخى، وداك الاسترخاء كترتاحي. خذي ليا ساعه قبل النعاس كترتاحي، عينيك ديك اللقطه ديال عينيك كيتعسلوا كتبغي تنعسي. ما نعاودش لكم، خذوه غتفهموني البنات. اي وحده عندها ستريس مشاكل بغات تقاد نعاسها، فهذا البنات كيف قلت لكم كتاخذوا حبه في النهار في 30 حبه كياخذ لكم الشهر، غادي ترحموني عليه وغترتاحوا وما غيبقاش عندكم مشكل في النعاس نهائيا. كنخليه عندي دابا، علاش كنقيتوني عندي في الطوموبيل؟ حيت فاش كنبات عند الدوجه ولا راه كنخليه عندي باش كناخذو قبل ما ننعس، كيعطيني واحد الراحه كننعس مزيان. لو سومي ديالي كيتقاد. هانتوما كيف كتشوفوه البنات، سيرتيفي ايزو 22000 كاين في لي فارماسي وفي لي بارا فارماسي. هانتوما فيه الميلاتونين والمانيزيوم وكل شيء مهم مرخص وكل شيء واعر البنات. لي كونديسيون دوتيليزاسيون راني قلت لكم كتاخذوه نورمالمون كيقول لكم هو نص ساعه قبل النعاس، ولكن انا هانتوما شحال بقى فيه، انا راه كناخذو بساعه قبل النعاس باش كيعطيني لفي مزيان. شوف غادي نحط لكم السيت ديال كليمي، دخلوا خذوها البنات، دخلوا خذوه راه غينفعكم، راه غينفع. انا بغيتكم كاملين تحسوا بديك الراحه اللي كنحس بها ملي كناخذ هاد كليمي. راه ما يمكنش المشاكل اللي كانوا عندي والعقل ديالي ما كانش كيحبس وقلبي كيضرب وستريس وهاد الميلاتونين هاد البنات بالضبط. راه جربت بزاف انواع ديال الميلاتونين هادي شحال، ولكن صراحه بحال ما كنت كنخوي الماء في الرمله، ولكن هاد الميلاتونين ديال كليمي راه ديجا معروف البنات، راه معروف وكيهضروا عليه بزاف، ولكن راه ما كيهضروش عليه من فراغ. سورتو فاش تلقاو الحاجه في لي فارماسي وفي لي بارا فارماسي غير خذوها. عشا صباح زوين هذا، نعس نعسه زوينه وملي فق سعيد وليا صحاب البرداج باش يجيو يصطالو ليا اليوم ان شاء الله البرداج لا ديال الصالون لا ديال لونطري. شوفوا غيجي كوبي كولي على الدار اللي كنت قادي ديجا قبل، صافي يعني انا بغيت نفس الديكوراسيون تحط لي ديجا، جبت نفس البرداج نفس كل شيء غادي يتحط كيما كان عندي قبل ان شاء الله. يا ربي العيو معايا كشي يطلع كيف ما كان ديجا، حيت الديكور ما حيدش شاوتي منه. ان شاء الله كلشي يطلع هو هذاكم، بارطاجي معكم كلشي ان شاء الله. صافي دابا انا جالسه كنتسنى داكشي تقاد، يقدر ياخذ دو جوغ ديال لانستالاسيون مع شحال، حتى صحاب شومبغ كوشي غيجيو اليوم شي قادو ليا بيت نعاس كيف ما كان، غيرجع يتحط ما فيهاش اللعب. زيونات كي دايرين لاباس عليكم؟ شوفوا حالتي، تغبرت ديال بصح تغبرت. صافي تقريبا غدا غادي يساليو ليا لا شومبغ كوشي وغيساليو ليا البارداج ديال الحيط. شوفوا طلع نفس البارداج ديال ديك الدار، ولكن غنحاول نبدل شويه ديال الديكوراسيون باش ما يجيكمش زعما نفس، ولكن راه نفس خاصني نعجبني. هذاك الرياليزاسيون عرفتو ديال داري، عرفتو شحال ديال الناس داروا بحالها، انا خاصني نخدم اركيتيك دانتيغيو غير باش تكونوا عارفين. راه ديك الكرياسيون ديالي انايا الحبيبه ديالي. المهم تغبرت ولكن الحمد لله شفتو تمار، والله الا تمار تمر لهيه وتمر هنا، ولكن الحمد لله وشكر لله. المهم هو الريزلت تكون ترضيني وترضي متابعاتي، حتى هما راكم دابا وليتو عائلتي خاص الريزلت ترضيكم ترضيني كاع كاملين. دابا يلا غادي نمشي ناكل، ما كاين والو. شوفوا وجهي اليوم صفاريت، ولكن شوفوا البشره ديالي تبارك الله كتبري، ما دايره والو، ما دايره حتى شي حاجه في كمارتي هاني، سون ماكياج سون فيلتر 5 و 5 خمانس، هادشي اللي كاين البنات.